الزواج بالثانية، هل يشترط في موافقة الزوجة الأولى شرط شرعي؟ وبماذا تنصحون المقدم على الزواج بالثانية؟ إذا كانت شرطت عليه عند العقد لا يتزوج عليها فلا بد من قصد إليها، أما إذا لم تشترط عليه في العقد ذلك فله أن يتزوج ولو لم ترضى. لو ليس لها حق المنع، ليس لها حق المنع، لأن هذا شيء أباحه الله له. قال تعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذا كان عنده الاستعداد بالعدل بين الزوجات بما شرع الله فيه العدل أو أوجب فيه العدل، فإنه هذا مما أباحه الله له، وليس لزوجته حق الاعتراض. لكن إذا تزوج بأخرى فإنه لا يحيط مع إحدى الزوجات ويضارب الأخرى، بل يجب عليه العدل. قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن الجور في هذا والميل إلى الزوجتين بالحق الذي أوجب الله العدل فيه يعتبر ظلم. قد جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فعقوبة له. جزاكم الله خيرا. إذا نصيحتكم في الصالح لمن هو في مقدمة الزواج بالثانية؟ نعم، كما ذكرنا، طيب، أن يكون عنده الاستعداد للقيام بحق الزوجتين أو الزوجات، طيب، العدل بالإنفاق والمسكن والملبس والمبيت، هذه الأمور يجب العدل فيها، طيب، من كان عنده الاستعداد للعدل في ذلك فإن الله أباح له أن يعدل الزوجة. جزاكم الله خيرا.